أصدقائي صف سادس ابتدائي، اليوم راح نشرح علوم وتحديدا التكاثر في الفسائل. أولا مثل ما قلنا تعريف الفسيلة، وهي نمو جانبي ينشأ عند من قاعدة الساق، وتكون الفسيلة مطابقة للنبات الأم بجميع خصائصها العامة. وإذا كانت الشجرة ذكر تنتج فسيلة ذكر، وإذا كانت مؤنثة تنتج فسيلة مؤنث. ما هي أهم النباتات التي تتكاثر بالفسائل؟ أهم النباتات التي تتكاثر بالفسائل هي النخيل والموز. بالنسبة لأشجار النخيل، أنواع فسائل نخلة التمر شو؟ أنواع فسائل نخلة التمر هي أولاً الفسيلة النامية والفسيلة الهوائية. ما هو الفرق بين الفسيلتين؟ الفسيلة النامية وهي فسيلة تنمو عند قاعدة النبتة. هذا ياس مو نخل. طبعاً سالار استعان بالياس لك فكرة توضيحية، لأن ما عندنا نخلة بالبيت. حاول قدر الإمكان يروح المشتل، لكن ضيق الوقت لم يسعفنا في الذهاب إلى المشتل. الفسيلة النامية، أخذ هذه الشجرة القاعدة. الفسيلة النامية، الفسيلة النامية تكون وين؟ تنمو عند قاعدة النبتة الأم، الشجرة الأم، وتكون حاوية على جذور تساعدها في النمو السريع. يعني عملية زراعتها تتم مباشرة، رفعها من النبتة الأم، تقطع من النبتة الأم وتزرع في التربة. أما الفسيلة الهوائية وهي فسيلة تنمو فوق الجذع وتكون بعيدة عن التربة، المسافة يعني مسافة كبيرة عن التربة، مثل ما تشوفون هنا تبوها نخلة فسيلة هوائية. طيب كيف تتم عملية زراعة الفسيلة الهوائية؟ تتم عملية استعين بهذا يعني؟ ايه احتمل صندوق خشبي. اذا كانت الفسيلة الهوائية بعيدة عن التربة، نقوم بصنع صندوق خشبي او غطاء ونغطي الفسيلة الهوائية مع الشجرة الام مع الشجرة الام بنفس الوقت، ونملأها ونملأ هذا الكيس بالتراب. حطها بالسندانة، يعني تخيلوا. تخيلوا انا مليتها بالتراب، ويسقى لمدة ستة اشهر. وصلت الفكرة. بعد ستة اشهر ايش راح يصير بيه؟ حتى تخرج الجذور من هذه الفسيلة، ومن ثم نقطعها ونزرعها. اذا هذه هي طريقة فصل الفسيلة الهوائية عن النخلة الام. نباتات اخرى تتكاثر بطريقة الفسائل؟ نباتات النخيل الزينة أو ما يسمى بنبات السايكس. نبات السايكس أغلى نباتات الزينة، وهو معمر قد يصل عمره إلى 50 سنة، و شكله الخارجي يشبه النخيل، يشبه النخيل، و جذعة أسطواني، جذعه أسطواني، ويحتوي على أوراق أو سعف ذا ملمس ناعم، ويحتوي في النهاية على أشواك مدببة. هل يحتاج نبات السايكس إلى أجواء أو بيئة خاصة؟ نعم، يحتاج إلى أجواء وبيئة خاصة، وهو ينمو في التربة في الأماكن الرملية الرطبة التي تكون درجة حرارتها متعادلة. طيب أنت قلت أنه النباتات اللي تتكاثر أو الرجال تتكاثر والنباتات اللي تتكاثر بالفسائل النخيل والموز. الموز من النباتات العشبية. انتبهوا، ما قال أشجار، قال نباتات. ليش؟ لأنه الموز مو فواكه، خضار، يعتبر من فصيلة الخضار. لهذا ما قلنا أشجار، كنا نبات. نبات عشبي. نبات، وهو نبات عشبي معمر، يحتوي على سيقان، منها الساق الكاذبة مثل ما ترون. نتخيل هذه مع شجرة موز. تخيلوا هاي شجرة موز،
هاي ساق كاذبة، هاي ساق كاذبة، وهاي ساق حقيقية. الساق الحقيقية وين مقرها؟ الساق الحقيقية تكون في أسفل التربة، والساق الكاذبة تكون في خارج التربة، فوق سطح التربة. كيف تتم زراعة فسائل الموز؟ تتم زراعة فسائل الموز أولاً من البراعم الموجودة في الساق الحقيقية. يعني هم ما يأخذون الساق الهوائي، يأخذون البرعم اللي موجود. برعم موجود في الساق الحقيقي. شو يسوون لها هذه البراعم؟ شنو السؤال؟ كيف تتم زراعة فسائل الموز؟ تتم زراعة فسائل الموز من خلال تريد موزة؟ جعت شناسة خلص الدرس واجيب لك موزة. تتم من خلال زراعة تتم من خلال البراعم الموجودة في الساق الحقيقية، وتنقل هذه تنقل الفسائل من النبات الأم وتزرع فورا في التربة. أي تربة تصلح للزراعة؟ والتربة الملائمة لزراعة نبات الموز هي أنت غلطت بالله، السايكس ما يحتاج إلى تربة رملية، السايكس يحتاج كده بس بيئة رطبة ذات حرارة معتدلة. خلطت التربة الرملية يحتاجها الموز. تصحيح. إذن يحتاج الموز إلى التربة الرملية؟ يحتاج الموز إلى التربة الرملية لكي ينمو. وكيفية تحضير هذه التربة؟ أولاً نضيف السماد العضوي إلى التربة، ثانياً تحرث التربة، ثالثاً تسوى التربة وتنمو، ونصنع فيها خطوط في وتباعد الخط بين خط آخر من 75 إلى 100 سنتيم تقريباً، ويزرع نبات الموز في هذه الخطوط ويروى جيدا بالمياه. طيب ما هي الشروط التي يجب توافرها في فسيلة الموز المختارة للزراعة؟ أولا أن لا يزيد عمر الفسيلة عن 6 أشهر، هاي النقاط كلش مهمة، لا يزيد عمر الفسيلة عن 6 أشهر، وقطرها من 10 قاعدتها من 10 إلى 20 سنتيم، والفسيلة فيها أقصد تكون مخروطية الشكل ذات ساق كبيرة نسبيا، وأهم فقرة تكون خالية من الأمراض. طيب راح نسأل سؤال علمي، لماذا يفضل استخدام الفسائل لتكثير النخيل عن استخدام البذور؟ يعني المزارعين يفضلون التكاثر بالفسائل على التكاثر بالبذور. لأن الفسيلة تكون مطابقة للنبات الأم، والمدة التي تنتج فيها نباتا كبيرا وناضجا أسرع من البذور. وأما البذور أيضا النوعية تكون حاملة لخصائص الأم، نوعية جيدة وخالية من الأمراض. على عكس والجنس معروف أيضا. الجنس معروف على عكس البذور، يعني أنت من تزرع البذور ما تعرف شو وقت راح تنتج نبات جديد، هل هذا النبات جيد جيد أو غير جيد، مريض أو غير مريض، جنسه ذكر أو أنثى. لهذا يفضلون التكثير بالفسائل، لأن الفسيلة معروفة من خلال الأم أم الفسيلة، إن كانت ذكر أو إن كانت أنثى، إن كان فيها أمراض أو غير أمراض، إن كانت نوعية جيدة أو غير جيدة. لذلك يفضلون التكاثر بالفسائل على استخدام البذور. هذا هو درس التكاثر. خلص بعد ما بي أي شيء. شنو عندك؟ خلص درسنا لهذا اليوم يا صف سادس ابتدائي. أتمنى أن يكون الشرح وافي وافتهمها كل الطلاب والأهالي. وانتظروني بفيديوهات قادمة، وتحديدا فيديو انجليزي بعد قليل راح اشرحه، قاعدة this is و they are و there are و there is. وأهدي هذا الفيديو إلى روح بابا الله يرحمه. باي باي.